الفتره اللي احنا كنا فيها يعني دلوقتي لقينا قواسم مشتركه وبالذات في العلاقات الانسانيه. دي نقطه مهمه لانه انا متهيألي مفيش بيت في مصر ومفيش مجموعه ورابطه وجماعه حتى من ايام اصحاب من ايام الجامعه والمدرسه في الوقت بتاع من يناير 2011 وعندك مثلا ثلاث سنين بعدها او سنتين ونص تقريبا بعدها كل الناس اختلفت وانشقت واختلفت مع بعض واحيانا كنت بتختلف وبترجع تغير الاختلاف تقتنع بحد وبعدين تبقى ضده. لكن بعد وقت بدات انا دخلت في تجارب كده شخصيه وعائليه واجتماعيه استفدت منها وبعضها كان قاسي شويه فاكتشفت ان هو في الاحوال المكعبله لما الدنيا تبقى مش رايقه قوي قدامك ولما انت تبقى بتاخد قرار في اوقات مرات يعني بتبقى انت في اوائل الصفوف نتيجه انك انت اخر جيل بس يعني الجيل اللي حضر الحدث ده ما بقاش عندك تجارب قبلها فبتضطر انك انت تجرب انت والناس تمشي شمال وتمشي يمين وبتاع اللي بيفضل لك في الوقت العصيب اللي احنا فيه في الوقت اللي فيه اقنعه كتير او فيه احيانا التباس واحنا نفسنا في حاجات كنت انا كنت متهيألي ان انا مش هتفاجئ بعد ال 50 الحقيقه المفاجآت اللي جات لي بعد ال 50 اكثر قسوه ايه ده لما بتزعقوا اللي بيتكلم بتقفلوا عليه ولا ايه؟ ده فجاه ما لقيتش حاجه فلقيت ان هو انا سرقتني الحياه بمصاعبها في الفتره الاخرانيه ان انا اعيد فرز الناس اللي تبقى قريبه مني مش عايز اخسر حد بس مش لازم ان انا احتضن حد وفي قلبي وهو طريق يعني فبدأت اختار على اساس تاني واللي هي معاد الناس زي ما كلنا في البيوت اتخانقنا واختلفنا بين الواحد كان بيبقى فيه الرئيس الفلاني لا الرئيس الفلاني الجماعه ده انتوا واتهامات وبتاع بعد كده لما الدنيا بتروق متهيألي بتختار بمعادن الناس بمعادن الناس فهنا بتبدا الحياه تتغير بالنسبه لك ناس متفق معاهم ممكن تبقى ايديولوجيا ومع التجربه تكتشف انك لا متفق ايديولوجيا قوي ولا عارف تتفق انسانيا لكن في ناس تانية مش كله طبعا بس بقول احيانا بيحصل كده وفي ناس تانية تبقى مختبعدين جدا عن بعض بس الطريقه اللي هو واقف بيها في موقفه اللي ضدك تعجبك تحس انك انت لو كنت مؤمن بالافكار بتاعته هو كنت هتاخد نفس موقفه فيها نفس النخوة فيها نفس الجدعنه فيها نفس الرجوله والرجوله انا مش بقولها على الذكور فقط انا بقولها على الستات ساعات لما بتاخد موقف انها تبقى جدعه اكتر من 100 راجل كتير طيب لا جدعان ممكن خلينا نتطرق